أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. بدأت هاندا أرتل بالتدريب والتحضير لشخصيتها الجديدة التي ستقوم بتمثيلها، حيث التقت في الأيام السابقة مع مدرب التمثيل لمناقشة الشخصية والتدرب عليها، مما يعني أن التصوير بات قريبا جدا، وهذه صور هاندا مع مدرب التمثيل الخاص بها. وأيضا في ذكرى وفاة والدتها الرابعة في هذا اليوم، نشرت هاندا هذه الصورة لها ولوالدتها من الطفولة وعلقت عليها كاتبة: أعلم أنك في مكان ما تسبحين في البحار اللامتناهية، وأنت دائما بجانبي، اشتقت لك كثيرا يا والدتي العزيزة. كما ونشرت غمزة صورة مع والدتها وعلقت: اشتقت لك كثيرا، ارقدي بسلام يا والدتي الملاك.